جاهزية الأعوان والمعدات للقيام بحملات النظافة خلال عيد الأضحى، إجراء قامت به رئيسة بلدية تونس، إذ تعد العناية بالبيئة من أولويات المرحلة المقبلة بالنسبة للمجلس البلدي، أولوية ترجمت من خلال الانطلاق في حملة نظافة واسعة شملت في بدايتها 5 دوائر بلدية من مجموع 15 دائرة تضمها بلدية تونس. انطلقنا ببحر لرمزية شارع الثورة ثم الكبارية لأنها منطقة فيها كثافة ديموغرافية كبيرة ومنطقة شعبية، مشينا للحرائرية، الحي الزهور، العمران الأعلى، والحملة ما زالت متواصلة. كما يعد النظر في وضعية قرابة 2000 بناية آيلة للسقوط والتصدي للبناء الفوضوي من الأولويات بالنسبة للمجلس البلدي. اللي فيه قرار هدم وما فيش إطعن ناخذ موافقة المجلس البلدي وننطلق في هذا بعد إيجاد التوازن الاجتماعي، واللي فيهم بعض الإشكاليات أو فيهم بعض الطعون هنا باش ناخذ رأي المجلس البلدي والناس المختصين في هذا المجال. في البناء الفوضوي احنا نطبقوا القانون في البنايات الجديدة اللي اليوم قاعدة تتبنى، واللي تدخلنا يكون فيها سريع لإيقاف الأشغال إذا كانت غير مطابقة لمثال التهيئة، وهنا باش نكون صارمين في تطبيق القانون. الانتصاب الفوضوي والاستحواذ على الأرصفة ظاهرة يسعى المجلس البلدي لمواجهتها، غير أن عدم عودة الشرطة البلدية بالنظر إداريا للبلديات إشكال يحد من فاعلية تدخلات المجلس. الشرطة البلدية لابد أن تكون إلى جانب هذا الجهاز التنفيذي باش نجموا ننفذوا قراراتنا، خاطر ساعات تاخذ قرار وما ترقاش تطلب شرطة بلدية يقول لك راهو فيها وفي تعزيز في مكان آخر، ولا يقعد ينتظر لنجيه الأوامر من الوزارة المعنية. هذا يعتبر إشكالية، معناها تعطيني صلاحية وما تعطينيش الآلية التنفيذ. هنا دعوة لمجلس نواب الشعب لضرورة الإسراع أو التسريع في تنقيح ما ورد في مجلة الجماعات المحلية أو إيجاد حل للمعضلة هذه. هذا وقد كون المجلس البلدي لجنة لجرد الأراضي والممتلكات التابعة للبلدية وتحديدها ثم إدراجها في بنك للمعطيات، ما يمكن من تثمينها والقيام بأي تدخل سريع في حال تعرضها لأي اعتداء.